تعامل الأطفال مع الموبايل والإنترنت بشكل يومي أصبح أمر واقع خلاص، محدش أبداً يقدر دلوقتي إنه يمنع طفله من التكنولوجيا الجديدة، خصوصاً إنه كل يوم في حاجة جديدة، موبايلات وأجهزة جديدة بتوفر، إلى جانب إنها وسيلة للترفيه والألعاب والجيمز، بتوفر كمان منصة تعليمية مهمة جداً. يعني في منصات دلوقتي تعليمية والتثقيفية، فيديوهات ممكن تقدم معرفة ومعلومات عامة مهمة جداً يستفيد منها الطفل في إنها توسع مداركه في المستقبل. يعني زي ما انت قلت يا محمد انه خلاص هو بقى امر واقع، يعني ما ينفعش دلوقتي ان احنا نيجي نقول ما تعرضوش اولادكم للتكنولوجيا، بالذات دلوقتي ان معظم ادوات التعليم او المناهج بقت بتعتمد باعتماد كبير على التابلتس. ف بالتاكيد المنصات التعليميه والفيديوهات اللي فيها شرح وتوعيه ومعلومات دي كلها حاجات مهمه جدا جدا، بس لازم الطفل يكون هدفه الاساسي هو التعليم، لانه دلوقتي معظم وقت الطفل بيقضيه على التيك توك او بيلعب جيمز او الانستجرام او منصات تانية ممكن ان هي ما تناسبش المرحله العمريه للطفل. ده اللي احنا بقى ساعتها بنخاف منه، بنخاف ان الطفل يشوف مواد فيلميه او صور او محتوى غير مرغوب فيها، فبالتالي هنا بقى بيبقى صعب انه يبقى معرض لافكار معينه بعيده عن العيله. المشكله في الجزئيه دي تحديدا لما اطفالنا يتعرضوا على منصات مش مناسبه لسنهم، مش مناسبه لعمرهم، بتقدم محتوى بعيد تماما عن اعمارهم، هنا بقى بتبدا المشكله، وهنا بتبدا المشكله اللي ممكن تكبر وتؤدي الى يعني تغير في شخصيه ابني او بنتي. الموضوع ده ليه حلول كتيره. ممكن مثلا ابني او ابني لما يمسك الموبايل اكون قاعد معاه في نفس المكان، مش قاعد جنبه بشكل مباشر او لازق جنبه، لا ابقى قاعد في نفس المكان، اقدر اراقبه من بعيد لبعيد، اشوف ابني او بنتي بيتفرجوا على ايه، ممكن كمان اتشارك معاه، يعني يبقى في مشاركه، العب معاه الموبايل، اتصفح معاه بعض المواقع بحيث ابقى قاعد جنبه، ممكن كمان ادخل على الموبايل الخاص بيه واشوف السيتنج او الاعدادات الخاصه بالموبايل وامنع فتح اي صفحات او ابلكيشن او نزل ابلكيشن يمنع فتح اي صفحه غير مرغوب فيها، ممكن كمان اعرف ايه هي المواقع اللي دخل عليها طفلي خلال الفتره اللي فاتت. شويه اليات مهمه جدا بسنت، واظن انها ما فيهاش تدخل يعني في اجبار للطفل، بالعكس ده انا بحميه لما اعرف هو دخل على ايه، او اعمل ابلكيشن على الموبايل بتاعه امنع بعض الصفحات او المواقع غير مرغوب فيها. حقيقي يعني احنا دلوقتي في وقت ما نقدرش نقول انه انا هربي ابني او بنتي زي ما انا اتربيت زمان، لانه كل حاجه دلوقتي مختلفه، التكنولوجيا الكبيره قوي او يعني ان انا ابقى منفتح على عالم مختلف عني تماما، الافكار اللي بتيجي من كل دوله احنا مش عارفين نسيطر على ايه ولا على ايه، عشان كده ما ينفعش يبقى عندي تجربه شخصيه قوي منفرده في تربيه ابني واقول مثلا انا هعمل كذا من غير ما ارجع لحد مختص. عشان كده النهارده هيكون معانا فقره نتكلم فيها عن الطرق والنصايح اللي نقدر من خلالها اننا نحمي اطفالنا من المنصات او المواقع الالكترونيه غير مرغوب فيها. كمان جزء مهم جدا هنتكلم فيه وهو النصب او الابتزاز الالكتروني، ابني لو تعرض لحاجه زي دي او بنتي لو تعرضت لحاجه زي دي يتصرفوا ازاي، اهم حاجه ان انا اكون ما بخوفهمش وانا اكون معاهم واساعدهم. والنهارده في وسائل كتيره جدا اقدر احمي اولادي بيها، لكن خلونا ناخد راي المختصين في هذه الجزئيه بالتحديد وما يبقاش عندنا تجارب كده منفرده اقول انا هعمل كذا في الموقف الفلاني، لانه كل موقف بيبقى مختلف ومحتاج آلية معينة في التعامل. والنهارده هيكلمنا عن المواضيع دي مختصين. ده موضوع مهم جدا فعلا. بس انت هتكلم فيه النهارده عن الابتزاز الالكتروني وازاي نحمي اطفالنا ونحمي انفسنا كمان من التعرض للابتزاز الالكتروني. حقيقي مرة تانية بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.